نجدد لكم العزاء أحبتي وسادتي مشاهدينا الكرام بذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام ومن مدينته قارئ ومؤذن تلك الرياض الطاهرة، قارئ ومؤذن العتبة العلوية المقدسة المشترك معنا هاني الموسوي. طبعا في هذه المرحلة لجنة التحكيم يعني يكون دقيقا في اختيار الرادود للقصيدة، وكذلك يعني المطابقة بين القديم والحديث، والله يعينهم اللجنة التحكيمية في هذه المرحلة. مرحلة التراث يحتاج إلى تحضير جيد، ويحتاج إلى الاستماع إلى الردة الحسينية لإتقانها، يعني يكون القارئ ملم ب التراث، مستمع كثيرا للرواديد السابقين، وهناك تنافس يعني كبير بين الرواديد في هذه المرحلة. أساتذة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله سيدنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليهم أجمعين. عائلة حسين ظلت بالعرة، لا خيمها ولا زلمها، عائلة حسين ظلت بالعرة. عيلة حسين ظلت بالعرى. نعم نعم. عيلة حسين ظلت بالعرى، لا خيمها ولا عيلة حسين ظلت بالعرى. عيلة حسين ظلت بالعرى. عيلة حسين ظلت بالعرى. ما شاء الله عايش بجعل الغوالي. الله ما شاء الله ما شاء الله. خدير منيوب بوجود اسباع من نسل أبو طالب. خدير حراس اليوث اطحيط بي من أربع جواني. ناطر شيال العلم هالليل أطفال وحرم اطحيطها بس الأجانب حامل حدود الله.
نايم عالثرى حامل حدود نايم عالثرى والعالم طاح أويلي والسند راح عيلة حسين ظلت بالعرى أحسنت يا سيدنا لمن مولاي شاعرها محمد رضا العكراوي النجفي أحسنتما أحسنت بارك الله بيك آتنا غذاءنا يا سيدي الله يحفظكم نعم. إن شاء الله قصيدة مولاي يا بارك الله بيك يا معبود عجل فرج والينا يا معبود عجل فرج والينا يمتى يعود طال علينا يا معبود يا معبود عجل الفرج والينا يمتى يعود طالت الغيبة علينا ردتك بدهري الله للشدة ذخري جا شمعة شبابك ليش دهري طفاها ريتك بدهري ليش ذخري الله يرحم ياسين ريتك بدهري ليش شمعت شبابك ليش دهري طفالة شمعت شبابك ليش دهري فجعني مصابك احرمني شبابك فجعني مصابك
احرمني شبابه وعني من خذاك وراح روحي خذاك. الله 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 احسنت يا الله يا سيد بارك الله فيك بخير ليلى بخير ليلى اليوم ابدعت يا سيدنا يا الله فدوا روح لك يا سيدنا يا الله ما شاء الله 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 المعذره اليوم صوتي كلش تعبان يعني الله ما شاء الله ان شاء الله يكون دائما تعبان حتى تدينا هيك احسنتم سيدنا هذا تبين اللي ما نقدر نعرف الله سبحانه وتعالى الا عن طريق الحسين 100% بلا شك وهاي وظيفة خدام الحسين سنت يا سيد هو تعريف وربط الناس بأهل البيت وبالأخص بالحسين عليه السلام سلام الله عليه سلام الله عليه بنا بدأ الله حتى يعرف الله وهذا اللي شفناه الحمد لله رب العالمين سيدنا أنتم أهله الحمد لله رب العالمين الله يوفقك سيدنا أحسنتم قبل لا ناخذ آراء اللجنة التحكيمية أستاذ يوسف يقول أريد نسمع مقطع بالتركماني باعتبار هو مؤذن العتبة العلوية وبريحة الإمام اليوم صاحب مقطع الذكر مقطع صغير سيدنا مقطع صغير بالتركماني أدني ثار حسين جمالنا صلوات محمد وآل محمد كمالنا صلوات سيدنا الله احسن يساخ لسن ساوى لسن الله الله شكرا مولاي سيدنا الله أكبر إن شاء الله. يا أبو عباس بعد عيني أولا قبل كل شيء شاف الله وعافى مريضكم الله يحفظكم إيه والله جزاك الله خير ودعانا صحة وسلامة لا ينقطع له بالصحة والسلامة ولكل آمين المرضى الله يحفظكم آمين اللهم آمين وببركة ذكري علي وأهل البيت سأل الله أن يدفع البلاء والوباء عن شيعة أهل البيت ويشافي جميع المرضى السيد هاني أنت ثروة نغمية كبيرة جدا يجب أن أتعلم منها أستاذنا عباس خادمكم هذا الشجاع وهذا الصوت وهذا الوقار وهذا الحضور وهذه المعرفة الخدمة يعني معرفة المعرفة يعني وفة أدائك ركوزاتك النغمية إحساسك بما تؤدي أبعادك رادود يعي ما يقول رادود فعلا أنه أنت عيشتني بأجواء بين النجف وكربلاء وثم إلى ختاماً إلى المرحوم الخالد الشيخ ياسين الرميثي رحمة الله عليه فرحمة الله عليه وعلى السيد هادي القصاب رحمة الله على خدمة الحسين أحسنت وأجدت وأبدعت سيدنا أبو هاشم أحسنتم شيخنا العزيز شيخ حسين لك لا تعليق والله حبيبي سيدنا مولانا أنت مو متسابق بدن خالد. أنت يعني مشاركتك درس وإلهام إلنا وإلى أترابك على رأسنا وزملائك ومو فقط في موضوع النغم إنصافا وهي شهادة يعني كل شهادتنا فيك مجروحة لأن المهم ولأن هذا المظهر الديني اي والله اللائق في الهيئة في السلوك هذا الثبات هذا الوقار وأنا ما أريد أكثر من المدح الله ها لأنه لا يناسب ولكن أريد شوية أنتزع هالمعنى
لأهذب نفسي على راسنا وأيضا وزينة. أهديه لإخوتي وأحبتي من خدمة أهل البيت. التدين، الدين، الحسين دين، الحسين دين، تربية، أخلاق، فقه، عقيدة، مو فقط عقيدة. إذا عندك عقيدة بالحسين ما يمكن تتخلى عن تعاليم الحسين. حسنت. ماكو واحد يلتزم بالحسين عقيدة ويهجره فقها وسلوكا وأخلاقا، هذه حالة نفاقية. حسنت. هذا انفصام، هذا مو شيء حسيني. ولذلك هذا البعد اللي بيك أنت يلهم جيل قادم وصاعد وأيضا جيل زملاء وأتراب وأيضا إحنا نتعلم ونستلهم. أنا أكبر فيك كل هذا سيدنا الله، وأسأل الله أن يثبتك على ما أنت عليه ويزيدك من نوره وهداه وتوفيقاته. وإن شاء الله ولو عندي علامات أكثر نطيتك على راسنا. حفظك على راسنا. الله. الله بارك الله فيك. الله يكرمك عمي أبو بشير. احتمال ما سامعك بهذه المسابقة، أريدك تقرأ له بالكرد يا أيتها النفس المطمئنة. بالكرد؟ لا بالكرد يا أيتها النفس المطمئنة. بالعراقي طبعا، عمود مشايخنا وساتتنا يحبون العراقي. نعم. شيخ حسين دفاع. أنا أهوى ذلك ويحبون الكرد. كيفك؟ سمعني مقام أيش. الكرد يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله 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 يا سيدي. أنا ما عندي. أي عمي أبو بشير، أنا بالعشرة موقع. الله بالعشرة يقول لك أبو بشير شهادة. وأنت مدعول وجيها بالحسين إن شاء الله دائما وجيها بالحسين. الله يحفظكم إن شاء الله. الله شيخنا. الله أنفاسك. نعم ملاتي أستاذي أبو عباس. بس طلب من بعد من رخصة يعني القائمين على البرنامج كذا، سيدنا خاف يوم ليوم أتصل بيك، أحتاج منك كم شغلة. خوش. إيه إيه ناحية شوية تربيني تنصحني. بتعلم منك يا أبو عباس. هاي شغلة. وأريد الشأن يا أبو عباس. أروح لك. اريد الاذان في دروح لك، اريد الاذان بصوتك، واريد مجموعه تدعيه خليتها ببالي، وعندي شغله لا تتواضع يعني سيدنا، وانت اهل التواضع ان شاء الله، بس احنا نكون نتواضع المشهورين يعني انا المشهور بلكي اتواضع، اريد لي قصيده انا وياك ثنائي على راسنا. الله يحفظكم ان شاء الله. نتعلم منكم اساتذه. الله يبارك فيكم ان شاء الله. بارك لك مولاي. بارك الله فيك يا ابو عباس. الله شانك. موفق ان شاء الله حبيبي سيدنا. شكرا للجنه. شكرا لك. موفق ان شاء الله. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياك الله. وشرفت حقيقة. أنا أفتخر جدا بكلام اللجنة التحكيمية، رغم أني كنت يعني متعب صوتيا لأنني كنت في المشفى من صباح الباكر إلى الآن. دخلت للاستوديو مباشرة بدون أي تهيؤات، وقبل قبل الدخول للاستوديو اتصلت بوالدتي، قلت لها ادعي لي إن شاء الله الآن سأدخل للاستوديو.